ما ترفعش صوتك في الشارع، هذا من الاداب اللي كانت موجوده في مجتمعنا حتى بعيد. ممكن تسال يقول لك مش من الدين هيك من العادات، والله ابوي وامي وخالي وجدي هيك تربيت، ما اعرفش ان هي من الدين، لكن كانت موجوده موجوده في المجتمع. الان عيطات في الشارع حتى يتكلموا تلقاه الصراخ صوت عالي، لثلاثه للاربعه خمسه صغار صغيرين، صوت صغار صغيرين في الشارع، عيطات وجري ومطوات وموسيقى وكذا. انت وين؟ وين المجتمع؟ وين اخلاق الاسلام؟ لابد ان تكف اذاك اذا كنت مصر انك انت توقف في الشارع وتتكلم في الشارع وتهدرس في الشارع، لابد انك انت تكف اذاك بالاضافه الى غض البصر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم.